السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا عدد كبير جدا من الشباب وعايز انظمهم، في بعضهم مثلا هنسلم البلدية، في بعضهم عاملين لهم منظرة، في بعضهم الحاجة بتاعت الريندر، يعني انا محتاج ان انا اقسم اللوحات اللي عندي. ممكن بعضهم مثلا الفيجن 1 الفيجن 2، يعني ساعات بحتاج ان انا اعمل فولدرات هنا. تمام، طيب ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ببساطة ان يكون في قاعدة امشي عليها، يعني ايه اللي هيخلي ده يتقسم؟ تمام، يبقى في قاعدة، يبقى في برامتر هنا هو ده اللي انا هشتغل عليه. هقول له قسم لي مثلا الحاجات، مثلا الحاجات اللي واخدة ابروفال من عقيد احمد تبقى في فولدر لوحديها، من المأمور تاخد رقم تاني، وهكذا. يعني ممكن مثلا بالديسيبلين، او ممكن بأول حرفين من الكلمة دي. تمام، او ممكن انا اعمل برامتر خاص بيا. طيب خلينا نيجي هنا مثلا واقول له في الشيت، اقول له براوزر اورجانيزيشن، ده اللي هيرتب. اقول له مثلا رتبها لي بدروين باي، الرسام الرسم اديت، ادخل هنا الاقي ان هو رتبها لي بدروينج باي. ممكن اجي هنا الاقي ان هو مديها لي ان انا ارتبها مثلا بابروفد باي. تمام، ممكن ارتبها لي مثلا بالشيك باي، وممكن نخليها مثلا بالاسم كله او باول حرفين. تمام، بحرفين مثلا، يعني ممكن ايه لو واحد مثلا اسمه احمد مصطفى والتاني اسمه احمد محمود، فايه هيخلي هنا الكاركتر يبقى لازم الاسم كله يبقى زي بعض. هنا لا، ممكن اول ياخد اول حرف ايه اتش. ليه؟ ممكن نكون في مره، المره دي انا عايز ارتب، خلينا نقول له تشيك دبي. اوكي، بص بدل التهالي اي بي سي وتشيكر. تمام، طيب ده احنا كنا عاملينه على انهي خاصيه؟ كنا عاملينه على الستيك دبي. طيب خلينا نقول له ايه، تعالى هنا الستيك دبي دي اللوحة الشيك دوت، الشيك دبي بدل اي بي سي دي اي اف. تمام، طيب نيجي هنا هنلاقي ان هو قسم الاي بي سي لوحديها والاي بي سي دي اف لوحديها. طيب ممكن اجي هنا واقول له براوس اورجانيزيشن، واقول له لا رتبهم لي باول 3 حروف. اوكي، دمج الاي بي سي مع التانية لان هو بيركز على اول 3 حروف. طيب لو انا عايز اعمل برامتر خاص بيا في الشتات، طيب هروح لمانج واروح لبروجكت برامتر واقول له اد، واقول له انا عايز اضيف برامتر. ممكن تخليه بروجكت برامتر او شيرد برامتر، مفيش مشكلة، هسميه مثلا طيب شيت. يعني ايه طيب شيت؟ يعني نوع الشيت ده ايه؟ تمام، طيب ما دمت عملت كده يبقى روح عامل معلم على شيت. خلي بالك ان كل الكلام اللي انا قلته ده ينطبق على الفيوز، يعني نفس الفكره اللي عملناها في الشتات هي اللي هتعمل برضو في الفيو. طيب انت عايز الموضوع ده يبقى ايه؟ كومن، عايز تكست تكتب ولا رقم ولا ايه؟ خليها تكست، وده طبعا خليه انستنس على اساس يبقى كل شيت منفصل عن نفسه. طيب لو جيت عملت سيلكت لاي شيت، هتلاقي هنا هيضيف لي بارامتر اللي هو تايب شيت، خليه مثلا اي ار تي، او مثلا بلديه، او شوب دروينج زي ما انت عايز. تمام، ممكن ترتبهم حسب اللي خد ابروفال ولا ما خدش ابروفال، براحتك. تمام، براوز اورجانيزيشن وتقول له اديت، وتيجي هنا تقول له رتبهم لي بقى ب التايب شيت، احنا عملناه الواحدة بس. فهتلاقي كله جه تحت ديت، تحت اللي هي علامة استفهام لأن لسه متحددش، وبس البلدية بس هو ملف واحد اللي احنا حددناه إن هو بلدية. تمام، فالموضوع بسيط، تقدر تخترع أي حاجات لترتيب البيوز.